فرحة الساكنة كانت عارمة بالأمطار التي تشهدها منطقة الهوغار، إلا أنهم متذمرون من طريقة تعبيد الطرقات والتي لا تخضع لدراسة تقنية تمكن من تصريف مياه الأمطار وتمنع تكوين برك مائية في معظم الأحياء. أمطار خير جات على الولاية ما شاء الله، الكل فرح بهذه الأمطار، لكن كاين هناك عائق وربما عدة عوائق، من بينها كي تصبح عندنا المطر في طمنة راكم تشوفوا جميع الطرق تغرق. لماذا؟ لأنه اللي بقى الماء يعني قاعد فوق البودرون. على الأقل كان السلطات المحلية انتبهت لهذا النوع من العرق. هذا هنا نحوسوا يخدموا لنا الطرقات هذه على أساس باه يمشي الماء، على بالك الماء هنا راه ما عنده حتى وين راه يروح، راه يخش لداخل للديون، حوسوا يريقلوه هنا. إذا بينا يخدموا لنا الطرق يا خويا، من يفوت الماء راه تسبب لنا بالمشي عرقلنا، رانا مانا ديما اللي تصب النو هنا في تم الراس يحبس كلش الويدان تحمل. مصالح الحماية المدنية سجلت عدة تدخلات مكنت من إنقاذ أشخاص وكاد شفط المياه من المنازل والإدارات العمومية. التقلبات الجوية التي تشهدها ولاية طمنة راست في الآونة الأخيرة، ونظرا للأمطار المتساقطة والتي بلغت كميتها يوم أمس 35.5 على مساواة مدينة طمنة راست، حيث سجلت وحداتنا مجموعة من التدخلات، كان أهمها تقديم يد المساعدة لمرأة كانت محصورة داخل سيارة غمرتها المياه، بالإضافة إلى القيام بعشر عمليات امتصاص على مستوى الأحياء وعلى مستوى المنازل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مياه الأمطار تسببت في سيلان العديد من الأودية العابرة للطريق الوطني رقم 1 ورقم 55، الأمر الذي جعل حركة السير صعبة وخطيرة جدا.